السلام عليكم. البارح عيطوا لي في المستعجلات على ود واحد السيده كبيره في العمر، جات بنزيف في الجهاز الهضمي، نزيف اللي كان خطير لدرجه انه دار لها فقر الدم حاد وصل حتى ل 5 الجرامات. علاش عيطوا لي انا؟ حيت السيده عندها مرض ديال القلب وكتاخد الدواء اللي كيجري الدم، هو هذا الدواء اللي كيجري الدم، ومعاه واحد الدواء اخر ديال فشل عضلات القلب. الحمد لله ان السيده تم التكفل بها يعني، والحاله ديالها استقرت. ومن بعد بدينا كنقلبوا واش هذا هو السبب، هاد الدواء اللي كيجري الدم هو السبب علاش دارت هذاك النزيف. فعلا فاش درنا التحاليل لقينا التحليله ديال هاد السانتروم هذا طالعه بزاف، هي خصها تكون ما بين جوج وثلاثه، لقيناها 10 فايت 10. دونك هنا بديت كنقلب انا على السبب علاش طلعت لها التحليله بطريقه يعني هكا طلعت بزاف. فاش بديت كنسول في السيده اللي هي كبيره في العمر، قالت لي اودي راني هاد الدواء هذا وليت كناخذ منه حبه عوض شحال هادي، كنت كناخذ منه غير ربع. هي وعلاش وليتي تاخذي حبه؟ قالت لك الطبيب ديالي قال لي فاش رجليك يتفخو شويه تقدري تاخذي حبه. قلت لها شنو هما الدوايات اللي كتاخذي من غير هذا؟ يعني صدق عندها حتى الدواء اللي ديال فشل عضلات القلب. دونك هنا فهمت باللي الطبيب غالبا يعني ماشي غالبا سيغ انه قال لها الا نتفخوا لك الرجلين هذيك الدواء ديال فشل عضلات القلب عوض النص ممكن تاخذي حبه واحد السيمانه ولا على ما ينتفشوا رجليك وترجعي للنص ديالك. هي يمكن ما فهمتش، صدقات عوض ما تاخذ الربع من هذا وخدات النص مده اسبوع ودارت به نازف اللي كان ممكن يودي بالحياه ديالها. دونك سوء تفاهم ولا سوء فهم ما بين المريض والطبيب ممكن يؤدي لواحد النتائج اللي وخيمه وخطيره جدا جدا. وباش ما يكونش هاد سوء التفاهم عندي واحد الرساله، اولا للاطباء وثانيا للمرضى والعائلات ديالهم. بالنسبه للاطباء كاينين شي مره مرضى اللي كبار في العمر الله يحسن عوان ما جاي معاهم حد ولا يعني الفهم ديالهم ثقيل، ما فيها باس فاش تشرح له يعني تعطيه شويه الوقت باش تشرح له، من بعد تسولو شنو فهمتي يعني باش هو منين غادي يقول لك شنو فهمتي على الاقل تاكد باللي داكشي اللي شرحتي له راه فهمه، باش هكا داك الخدمه اللي درتي ما تمشيش هباء منثورا ويمشي يدير شي كارثه، يا اما في الدواء يا اما يوقف الدواء يا اما ياخذ شي جرعه اللي ماشي هي هذيك ويستق مضاعفات اللي كثار وكثر من داك المرض اصلا الاصلي اللي كان عنده. هذه من جهه. من جهه ثانيه الناس اللي فاش كيشرح لهم الطبيب شي حاجه وما كيفهموهاش ما فيها باس الا قلتي للطبيب راني ما فهمتش ويعاود لك، ولا الا كاينين اسئله شي مرات كينسى المريض ما كيسولهمش ما فيها باس الا رجعتي للكونترول ان يكون عندك تكتب داك الاسئله اللي عندك على المرض ديالك ولا على الدواء ولا على اي حاجه، دونهم تكتبهم عندك في لاجوندا، وفاش تدخل الكونسلطاسيون ممكن تسول دوك الاسئله يعني تفتح لاجوندا وتسول، حيتاش ممكن ملي تكون قدام الطبيب يمشيو لك بعض الاسئله باش هكا تفهم مزيان وما ترتكبش اخطاء اللي عندها علاقه بالمرض ديالك. شي مرات كاينين الناس اللي كبار في العمر، هذوك الناس اللي ما عندهمش الاولاد ولا ما عندهمش شي حد اللي يتكفل بهم كنفهموها، يعني جاب بوحدو الله يحسن العوان مسكين مقطوع ما عندوش ما عندناش حل اخر. ولكن الناس اللي كبار في العمر وعندهم اولادهم صغار وقاريين، هادو من الافضل انه يجي معاه شي حد اللي الفهم ديالو سريع يعني صغير في العمر قاري، باش حتى الا شرح له الطبيب ولا عطالو شي ورالو شي حاجه مكتوبه ولا على الاقل داك السيد يفهمها، وهكا غادي يكون معاه داك الراجل الوالد ديالو ولا جدو ولا اي ولا جداته ولا الوالده يكون معاهم، هو غادي يقدر مره يرجعوا ليه يعني يزيد يشرح لهم ولا يعطيهم داك الدواء بالطريقه الصحيحه، ولا المهم انه يكون واحد السيد اللي فاهم اكثر وراه يعني في اتصال مباشر مع داك المريض. راه ناقصه شويه ان الانسان يكون كبر في العمر ما كيسمعش مزيان، عنده شي امراض اخرى بحال الالزهايمر يعني ولا كينسى بزاف
ويجي بوحدو الكونسلتاسيون، يعني ما غاديش يفهم بزاف الحوايج، وحتى الطبيب غادي يلقى معاه صعوبة كبيرة باش يوصل له الأفكار. وهاد السيد يعني العيب كيتزاد إلا كان عنده عائلة، عنده الأولاد ولا عنده الأحفاد ولا الحفيدات، وقارين وصغار وفهمهم يعني سريع، ومع ذلك كيخليوه يجي الكونسلتاسيون بوحده، يعني ممكن نقول حشومة. مع العلم أن الحمد لله هذه القضية راها قليلة، خاصة في هذه الجهة اللي راني خدام فيها، يعني قليل فين تلقى شي حد كبير في العمر وجايب بوحده، الأغلبية كتلقى معاه العائلة والناس بزاف اللي كيجيو معاه، ولكن شي مرات يعني أعداد قليلة ديال الناس كاين هذه القضية كيجيو بوحدهم. فاش كتسولو علاش ما علاش جيتي بوحدك، كيقول لك يا إما الولاد مشغولين، يا إما كذا يا إما كذا. دونك هاد الناس هادو مساكن خصهم العناية كما هما اعتناو بولادهم واعتناو بالحفاد ديالهم منين كانوا في صحة جيدة وكانوا يعني شباب. فهما دابا فاش كبروا ولا عندهم يعني الصحة على قد الحال، فهما محتاجين كوميم شوية ديال الرد الشامل من دوك الناس اللي كانوا هما كيعتنيو بهم منين كانوا يعني منين كانوا عاد صغار. هادشي اللي كاين، نتمنى ان الرسالة تكون وصلت، والله يشافي الجميع، ونهاركم مبروك.